نرحب معانا بالنجم محمد رجب، المتألق دايما على وسهلا بيك في بوابة عربية. حبيبي الله يخليك، شكرا لوجودكم معانا وشكرا لأخبار اليوم في وجودهم معانا وفي تكريمنا في الموجز. كلمنا عن تكريمك النهارده للفيلم، ومتوقع كان نسبة نجاح الفيلم؟ تكريم، اي تكريم بيسعد اي فنان، لانه بيبقى ترجمه عن مجهود بذله في عمل هو مقتنع فيه. انا واحد من الناس اسعدني جدا التكريم، تقدير ليا عن مجهودي اللي بذلته في فيلم سالم ابو اخته. فيلم بالنسبه لي كان نقله ومغامره، ان اول مره اخش، اول مره اقدم فيلم شعبي في بعد الافلام اللي انا قدمتها قبل كده. فيلم دسم جدا، خد وقت كتير في تحضيره، خد وقت كتير جدا في ان انزل ميدان الشخصيه واتفرج على الشخصيه والم مفرداتها. معايا كاست كبير بحترمهم بقدرهم كلهم، بوجه من هنا شكر لكل الكاست اللي معايا، وشكر المؤلف سمير مبروك ومخرج حمدي، دي تاني تجربه معاه. شكري المنتج احمد سبكي وقف جنبي، ولان الفيلم ميزانيه كبيره وتصويره كان اغلبه في الشارع في وسط الجمهور، ودي بيبقى من اصعب ايام التصوير بالنسبه للمنتج وبالنسبه لنا احنا كممثلين. الفيلم خد وقت 6 اسابيع في تصوير. الحمد لله كنت خايف طبعا توقيت نزول الفيلم، بس الحمد لله ردت فعل الجمهور طمأنتنا، لان الفيلم نزل في توقيت صعب قوي قياسا لظروف البلد وظروف الامتحانات. انت عندك امتحانات مراحل، كل المراحل العمريه بتمتحن دلوقتي، بس ده اكبر دليل ان الفيلم الجيد بيلاقي رد فعل عند الجمهور في التوقيت. وانا برضو بشكر جمهوري ان في التوقيت ده سندني ووقف جنبي، والحمد لله ربنا سترها معانا. ان انا بعمل فيلم بلطجي، انا ما بعملش فيلم بلطجي مجرد لقوا مطرب بيغني، فانا بعمل فيلم مختصر على رقصه واغنيه، مش انا اللي اعمل ده خالص، مش اهدافي، مش مواضيعي اللي قدمتها قبل كده تبشر ان انا اعمل حاجه زي كده. واكبر دليل على شغلي، انا مقل جدا في شغلي، ده اكبر دليل على بذل مجهودي في اختيار اللي انا بعمله. فمفيش ولا دليل يقول ان يخلي حد يبقى عنده التسرع في انه يحكم عليا قبل مشاهده الفيلم. انا عامل فيلم موضوع، فيلم اجتماعي بسيط بطرح فيه قضية كانت موجودة في الفترة اللي فاتت على الفضائيات. بعمل حلقة إنسانية، علاقة الأخ بالأخت اللي هي العلاقة الإنسانية اللي في كل بيت مصري، اللي أنا شخصيا بعتز فيها كوني إن أنا عندي 4 بنات إخوات، هم عندي يعني بيشكلوا حاجة مهمة جدا في حياتي. أنا أخ أصغر ليهم وفي نفس الوقت أخ أكبر ليهم، علاقة بيمسها كل بيت مصري، ولذلك من هنا الفيلم اتسمى سالم ابو اخته، لانه هو يتيم الاب والام، فهو كان الاخ والاب والام لاخته. المنتج ليه الحريه الكافيه ازاي يسوق فيلم وسائل الدعايه، وهو عنده من الخبره والثقافه بحكم راجل ليه تاريخ في السينما بقاله 30 سنه، عارف يعني ايه دعايه، ودي موضوع، هو موضوع الدعايه بتاعت المنتج، موضوع نزول الفيلم امتى بتاعت المنتج. بالنسبه للشرطه، انا بتكلم عن فرد في الشرطه، وقايل في ده في اكتر من مشهد انها تظل وجود عناصر فاسده جوه اي مؤسسه لغايه يوم الدين، لان ربنا خلق قال وخلقنا الانسان في كبد، احنا مش في الجنه. ففي كل المجالات هيبقى في 10 حلوين وواحد وحش، بلاش بقى نتكلم. لا انا بالغباء ان انا اهاجم الشرطه في التوقيت ده ولا قبل كده، لان الشرطه هي الامن الداخلي اللي بيحقق لكل المجالات الاستقرار. بالنسبه للازهر، بالنسبه للازهر هو بس في تسرع، الازهر فوق دماغنا كلنا لانه هو المناره العلم، بس في تسرع من وكيل الازهر في حكمه على الفيلم. كان لازم يتروى او يبعت حد مسؤول يثق فيه يشوف الفيلم ويطرح عليه المشكله قبل ما نطلع الفضائيات ونتكلم كتير في حاجات ليس لها علاقه بالصحه. اما بالنسبه للجريده، جريده الازهر زي الاخبار والاهرام وصوت الامه والوفد والموجه، زي اي جريده بتتباع في الشارع، من حق اي مواطن يمسكها في اي وقت وفي اي مكان. ولو هي جريده المفروض هو يخشى على مسكها، يبقى المفروض ما يصدرهاش، وكان لازم يخشى ان هو وكيل ازهر لطلبه هتنزل تشوف الفيلم، وهتشوف الفيلم ليس له اي علاقه بالكلام اللي بيحصل. هو اكبر وانقى من يتكلم في حوار زي كده،
لان احنا موضوعنا موضوع تاني خالص، بنتكلم عن قضية البائع المتجول، وكلنا بنكل الازهر التقدير، ولا نجرؤ نمس الازهر باي معلومة تسيء لي او اسقاط حتى من بعيد.